بتدور على العربية ومش لاقي على قد إمكانياتك بعد ما الأسعار في السوق ولعت خلاص؟ إحنا بقى هنقولك على أفضل البنوك اللي بتقدم لك قروض العربية وتسهيلات في السداد كمان. آخر بنك هنقولك عليه هيقدم لك مفاجأة لو قدمت على قرض العربية من خلاله. تابعنا في الفيديو وأنا هقولك كل التفاصيل. أنا لارا مدحت. لو انت موظف ومرتبك بيبدأ من 1500 جنيه هتقدر تاخد كارد تشتري بيه عربية جديدة، والبنوك اللي هنقولك عليها دلوقتي دي هتمولك بنسبة 100% من اجمالي ثمن العربية، سواء كنت عايز عربية مستعملة او حتى زيرو. في البداية عندك بنك كيو ان بي اللي بيقدم لك كارد السيارة المستعملة وبيديك لحد 750 الف جنيه بنسبة تمويل توصل ل 75% من قيمة السيارة المستعملة او 70% للسيارة الكهربائية، وده للموظفين واصحاب الاعمال الحره والعملاء اللي بيتحول راتبهم على بنك كيو ام بي. والعائد على الكارد ده تنافسي وبيديلك تامين على الحياه طول مده الكارد ده، وده غير انك ممكن تامن على عربيتك والاقساط اللي هتتخصم اوتوماتيك من الحساب بتاعك. وبتوصل مده كارد السياره المستعمله ل 60 شهر بشرط ان ما يقلش سن العميل عن 21 سنه وما يزيدش عن 60 سنه في نهايه مده الكارد، وده للعملاء المصريين بس. عندك كمان كارد السياره المستعمله والجديده من البنك العربي واللي بيوعدك انه بيساعدك تشتري العربية في اسرع وقت، وده لانه بيقدم لك تيسيرات بسعر فايدة تنافسي وبيمول لك 100% من قيمة العربية، وهيديك لحد مبلغ 1,400,000 جنيه للعربيات الجديدة و 900,000 جنيه للعربيات المستعملة، وكمان فترة سداد بتوصل لسبع سنين للعربيات الجديدة وخمس سنين للمستعملة، وبيديلك تأمين على الحياة كمان مجانا. اما المستندات المطلوبة فانت مش محتاج غير صورة الرقم القومي لو انت مصري او صورة من جواز السفر للاجانب المقيمين وفاتورة حديثة لوصل كهرباء او غاز او تليفون، واخطاب بالبيانات الوظيفية للعميل من جهة العمل، وكشف حساب لمرتبك لاخر 3 شهور، وكشف حساب بنكي لاخر 6 شهور لاصحاب الاعمال الحرة والمهنيين. عندك كمان كارد السيارة من بنك ناصر الاجتماعي واللي بيمول بيه البنك الموظفين في الحكومة من القطاع العام واصحاب المعاشات وورثة المعاشات واصحاب الاوعية الدخارية بنسبة تمويل من اجمالي القيمة بتوصل ل 75% بمدة سداد بتوصل ل 10 سنين. اما شروط الكارد لاصحاب المرتبات فمش هيطلب منك غير تحويل مرتب العميل او قيمة القسط الشهري على البنك، وتقدم ضامن للعاملين في الحكومة او قطاع الاعمال او وثيقة مخاطر عدم السداد، ولو انت من اصحاب المعاشات هتجيب تحويل للمعاش او حصة وريث المعاش للبنك لكن مش هتكون محتاج ضامن. اما لو انت من العاملين بالقطاع الخاص ومتأمن عليك فهتقدم اقرار بالسداد النقدي وهتدفع نسبة 25% مقدم من قيمة عرض سعر السيارة. اما لو بتسأل عن قرض السيارة من البنك الاهلي المصري فالبنك الاهلي المصري بيدي لعملائه قرض السيارة لحد 1.5 مليون جنيه، وده للموظفين، ولحد 3 مليون جنيه لاصحاب الاعمال بتمويل بيوصل لمية في المية من سعر العربية، وفترات السداد مختلفة من أول سنة لحد 7 سنين، بس لازم يكون الحد الأدنى للصافي الدخل الشهري بتاعك بيبدأ من 1,500 جنيه. أما المستندات المطلوبة لكارد السيارة من البنك الأهلي المصري فتحتاج صورة بطاقة الرقم القومي سارية وفاتورة المرافق. قول لنا بقى في الآخر رأيك إيه في القروض دي، وهل ممكن تقدم على واحدة فيهم ولا لأ؟ اكتب لنا في التعليقات.